السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أرحب بكم جميعا من المدينة المنورة، مدينة المعرفة الاقتصادية، معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة. محدثكم الدكتور محمد مصطفى محمود، سموني أحيانا 3M. أنا المدير التنفيذي للمعهد، وأنا وزملائي سعداء جدا باهتمامكم وتشرفكم معنا اليوم في هذا الويبينار بعنوان تحقيق النتائج وقت الأزمات في الأجهزة الحكومية. من سنوات طويلة منذ أن احنا أسسنا المعهد في المدينة المنورة، وأول ما فكرنا في تقديم برامج للقطاع الخاص ثم للقطاع الحكومي، كان أكثر اسم نبحث عنه في العالم كله علشان يجي يشارك في برامجنا كان هو الدكتور يسار جرار، لأن الدكتور يسار يعني من العميد الأول كان للدبي سكول اوف جوفرمنت اللي أسستها هارفارد كينيدي سكول في دبي، وكان بصماته يعني تجدها في كل مكان تتكلم فيه أو تبحث فيه عن التميز والإبداع في العمل الحكومي. وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن الدكتور يسار كان أصبح محاضر يعني راتب ريجولر معانا في كل برامجنا. وبصراحة يعني هو أنا يعني من أكثر المحاضرين اللي الناس يجي يحضروا أيضا أصلا برامجنا في المدينة المنورة للاستماع إلى عمق المعرفة والخبرة اللي عنده وأسلوب عرضه الشيق. أيضا معانا الدكتور بشير صليطة، مستشار ديليفري أسوشيتس. الدكتور يسار معانا من دبي، إحنا بيورلي جلوبال، أنا من المدينة ودكتور يسار جرار الآن في دبي، والدكتور بشير في عمان في الأردن. خليني بسرعة أدي انترودكشن للدكتور يسار جرار. دكتور يسار رئيس معهد البيانات المفتوحة في دبي، ونائب رئيس مجلس مستقبل الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، وزميل في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وزميل مركز ماستر كارد للتنمية الاقتصادية العالمي بأمريكا، وزميل زائر بمركز أداء الأعمال كلية كرامفيلد في بريطانيا، ومستشار أول مبادرة المفاوضات الدولية في جامعة هارفارد، ومؤسس البوابة العربية لحكومة المستقبل، مليانة يعني موارد معرفية رائعة للإخوة في القطاع الحكومي. www.01government.com. وشريك الاستشارات الحكومية في أستراليا وفي الإمارات، وشريك في IAG الاستشارات الحكومية في الشرق الأوسط، وعمل كمستشار في شركة بين أند كمباني. بين أند كمباني دي من أكبر شركات الاستشارات. وفي 2009 تم اختيار دكتور جرار كعضو في القيادات العالمية الشابة الـ Young Global Leaders من المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا. وطبعاً اشتغل مدة طويلة في برايس ووتر هاوس كوبر، قبل منها كان العميد التنفيذي المؤسس، ده اللي كنت بقول لحضراتكم عليه، في كلية دبي للإدارة الحكومية. كان في هذه الفترة زميل في كينيدي سكول في جوفرمنت في جامعة هارفارد، وعمل في مكتب التخطيط الاستراتيجي اللي في المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لمدة 8 سنوات. قبل كده كان هو عضو هيئة التدريس في جامعة كرانفيلد. معانا أيضا الأستاذ بشير صليطة، مستشار ديليفري أسوشيتس، وهو يعمل في شركة ديليفري أسوشيتس اللي أسسها مستشار رئيس الوزراء البريطاني السابق مايكل باربر، اللي انتم شايفين صورته ده، اسمه سير مايكل باربر. هو اللي أسس مكتب الإنجاز والدليفري يونت قبل الاستراتيجية والاقتصاد في الجامعة الألمانية الأردنية، وأيضا عمل في هيئة الاستثمار في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. أنا سعيد جدا لما يعني بأن أنا أتعرف على الأستاذ شريف صليطة، وقبل ما أبدأ معاكم وريت له الكتاب ده، هذا الكتاب نفس العنوان بتاع البرنامج النهاردة Deliverology، يعني كيف نقوم بالتنفيذ الفعلي وإضافة القيمة الفعلية. ده تأليف الأستاذ مايكل باربر، وأنا سعدت بأنه زرني في المدينة المنورة وجاء بيتي، فهذا شرف عظيم أن المكتب يكون له فرع في الميدل إيست، وأن الأستاذ بشير صليطة مع الأستاذ يسار إن شاء الله يشاركوا معنا خبرتنا اللي كل الجهات الحكومية الآن تحتاجها، إزاي في ظل هذه الأزمة نقدر ننجز مع العوائق الكثيرة
الموجودة والطاقات الكبيرة المأمولة من الأجهزة الحكومية. أترك المجال الآن للدكتور يسار والأستاذ بشير، وفي نهاية الجلسة هيكون في فرصة إرسلوا الأسئلة، وأنا باخد الأسئلة وأضعها على جنب وأسأله الأسئلة في النهاية. وأنا سألته أهم سؤال دايما يجيلي، وهو هل ممكن إرسال السلايدز للجميع؟ فقال نعم، وهو الأستاذ بشير. فسوف يتم إرسال الشرائح كاملة وتسجيل الفيديو كامل بعد انتهاء الويبينار على الإيميل ليكم لما يتم تحميل الفيديوهات إن شاء الله. دكتور يسار وأستاذ بشير، أهلا وسهلا بكم. تفضل معنا دكتور، والسلام عليكم ورحمة الله جميعا إخوان وأخوات في المملكة وفي الخليج وفي العالم العربي كله، وإن شاء الله يكون اليوم في فائدة، ونقول لكم رمضان مبارك مقدما عليكم جميعا إن شاء الله، ويمر الوباء بخير وسلامة. اسمي يسار جرار، أتحدث إليكم اليوم من دبي، واسمحوا لي أرحب فيكم اليوم باسمي وباسم زميلي بشير من Delivery Associates، وأبتدأ العرض بشكل سريع. أنا الواقع اليوم حتكلم وياكم على الواقع اللي احنا نعيشه اليوم، والأزمة التي نمر فيها كشعوب وحكومات وأفراد. نتكلم على دائما الأزمات في البداية تولد الضغوط النفسية وتولد التحديات، ومن التحديات ومن الضغوط دائما يبدأ الابتكار، وبعد الابتكار والتفكير بتبدأ الحياة تعود إلى طبيعتها، مش بالضرورة طبيعتها ما قبل عصر كورونا، لكن إلى طبيعة جديدة، ولابد أن تستمر الحياة والعمل الحكومي. ومن هنا حنتكلم اليوم في كيف ممكن الحكومات تستمر في تقديم النتائج في عصر مثل هذا العصر. أنا حأضع الشرائح اللي حأتكلم عنها، وحأخفف الضغط على الشبكة في النتورك، فراح أفصل الفيديو، لكن دائما حنتكلم إن شاء الله في النهاية على بعض الأسئلة. اليوم بنتكلم على علم الإنجاز، وبالذات عم بنحاول نتكلم على موضوع تقديم النتائج وتحقيقها بالعمل الحكومي في الأيام الصعبة اللي احنا عايشين فيها. في البداية اسمحوا لي بشكل سريع أذكركم إنه معكم يسار جرار وبشير السلاطة من شركتين نتعاون في هذا العمل، لأنه ابتدأنا الآن نفكر في كيف نتعاون في مساعدة المؤسسات الحكومية في تقديم هذه الخدمات من ناحية تحقيق النتائج. في البداية حابب أتكلم معكم عن علم تحقيق النتائج. أنتم عارفين يمكن وسمعتوا كثير، ولو قرأتوا كتاب السير مايكل باربر، لو شفتوا الأعمال، لو تابعتوا تقارير الإنجاز، تقارير إنجاز الرؤى والخطط الاستراتيجية في منطقتنا العربية، بتعرفوا أن الإنجاز دائما في أكبر التحديات، والتنفيذ هو أساس النجاح، وتقريبا فوق 60% من المشروعات لا تنجح. ولما نقول لا تنجح المشروعات والمبادرات، معناها إما تأخرت من ناحية الوقت، إما تأخرت ولا زادت الميزانية عن المتوقع، وإما الاثنين. فالتنفيذ دائما صعب، ومن هنا إحنا لما عملنا مشاركتنا في IAG مع Delivery Associates كنا ننظر لأهمية التنفيذ. التخطيط سهل، كلكم إذا ما شفتوا خطة شفتوا 10 خطط، الكل عنده خطط في مؤسساته وخطط في دولته، وتقريبا أصبحت الخطط تتشابه هذه الأيام. التحدي في المستقبل حيكون للتنفيذ، واللي بيهتم بالتفاصيل واللي بيقدر يصل من هاي الخطط لنتائج ملموسة ونتائج قابلة للتحقيق. فإحنا اليوم في أصعب وقت تمر فيه منطقتنا وأصعب وقت يمر فيه العالم. في خلال الأسبوعين الماضيين اشتغلت مع مجموعة كبيرة من الباحثين العالميين، من هارفارد إلى أوكسفورد إلى جامعات من أعرق الجامعات ومراكز التفكير العالمية، وكنا نتحدث بالأزمة اللي بنمر فيها. وخلاصة الكلام أنه العالم الآن، البشرية تمر بأزمة تشابه الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية من ناحية تداعياتها وتأثيراتها، وتأثيراتها طويلة الأمد المتوقعة على العالم. تأثيراتها ليست فقط طبية، الأزمة هي فعلا طبية، لكن تشبيهها بالحرب العالمية الأولى والثانية من ناحية تداعياتها والأثر اللي حنحس فيه كلنا كبشر في السنوات القادمة. هناك آثار اقتصادية وأكيد أنتم شاعرين فيها أوريدي، نتوقع أنه يكون في أرقام من البطالة شديدة جدا، ولسه الفيروس ما وصل لبعض الدول اللي فيها فقر أصلا وكان فيها تحديات. نتوقع تحديات ومشاكل اجتماعية أصبحت الآن تنتشر بكل العالم بسبب الحظر. هناك مشاكل في الصحة الذهنية يواجهها الكثيرون، خصوصاً الأطفال اللي ابتعدوا عن المدارس. ف
فنحن الآن دخلنا في عصر جديد لا نتوقع نهايته قبل 12 ل 18 شهر. وحأعرض لكم بعض السيناريوهات اللي قدموها جماعة الخبراء والباحثين في هارفارد على المملكة العربية السعودية، والتي يمكن تطبيقها على الأقل على منطقة الخليج والعالم العربي من ناحية الزمن المتوقع. في هاي الفترة العصيبة جدا كل شيء في الحياة تغير، لدرجة أنه كنا بنتكلم أنه الحرب العالمية الأولى والثانية، مع أنه اسمها حرب عالمية، لم يحس فيها كل إنسان على الكرة الأرضية. شعرنا فيها من ناحية آثار، سمعنا فيها اللي كان منها عايش أيام الحرب العالمية الثانية، لكن بالوباء اللي إحنا بنعيشه اليوم كل إنسان على وجه الكرة الأرضية جالس في بيته، كل إنسان شاعر بالتأثيرات، كل إنسان سيشعر بالتأثير الاقتصادي. أرقام البطالة أصبحت خيالية في المنطقة، قلة الاستهلاك أثرت على كل سلاسل الإنتاج، هناك إعادة تفكير بالنظام العالمي الجديد. أمريكا بتسحب فلوسها من الـ WHO اللي هي مؤسسة من الأمم المتحدة، فهناك تغييرات متوقعة سياسية وجيوسياسية واقتصادية كبيرة جدا. الضغط هذا يأتي في منطقتنا بالذات في حين هناك جبهة أخرى بنواجهها، ألا وهي جبهة أسعار النفط. أسعار النفط إلى حد آخر قراءة كانت نازلة أكثر من 70% من سعرها قبل بضعة أشهر. آخر شيء قبل ما أكلمكم كلم شيكت على برنت كنا بحوالي $20. قبل يومين سهرنا سهرة جميلة ولكن مزعجة جدا لين تقريبا منتصف الليل، ووصل فيها WTI اللي هو تكساس، برميل تكساس ناقص ماينس سالب $50 للبرميل، بما معنى أنت كمنتج بترول ستضطر تدفع أموال لشركة لتأخذ منك البترول لأنه ما في أماكن لتخزين هذا النفط. هذه حالة ما مرت على العالم كله لما أصبحنا ندفع عشان نوزع النفط. الأرقام اللي إحنا عم نحصل فيها كانت ستكون تحدي لكل ميزانياتنا. اليوم السعودية أعلنت أنه قد نضطر نستخدم 120 مليار من المخزون الاحتياطي بالدولارات. فسعر البترول لوحده كان تحدي كبير للحكومات وعملها واستمراريتها، فما بالكم لما يأتي في ظل أصعب تجربة بمر فيها العالم، وتجربة ليس فيها تجارب سابقة. نحن الآن لا نعرف ماذا سيحصل غدا، لا نعرف كفاية عن الفيروس، كل يوم بنسمع شيء جديد. كان في الهيدروكسين كولوكوين الدواء يفترض أنه يفيد دواء الملاريا، الآن اكتشفوا أنه بيرفع نسبة الوفيات. فنحن لما كنا نتكلم في السابق عن التنفيذ والابتكار في العمل الحكومي في أيام اللي بيسموها عصر فوكا، فوكا اللي هو vulnerable, uncertain, complex، هذه أيام كانت اللي العالم فيها هش، اللي فيه عدم وضوح وعدم ثبات في رؤية المستقبل، في تعقيد الكومبلكسيتي. فما بالكم نسبة لما تزداد نسبة التعقيد وعدم الوضوح في المستقبل عشرات بل مئات الأضعاف. فنحن اليوم نمر بتحدي كبير، وأكبر ناس عم بيواجه هذا التحدي الحكومات. أنتم عارفين لما كل المجتمعات تمر بأزمات بننظر للحكومات للحل. في الأيام المريحة القطاع الخاص بيكون سيد الموقف والمجتمع بيكون صوته عالي، لما تصير في مشاكل الكل بينظر للحكومة وبيطالب الحكومة بالحل. إيش عم تعمل الحكومات هذه الأيام؟ حاولنا وعملنا دراسة بكل حكومات العالم في الشهرين الماضيين نشوف شو الحلول اللي قدمتها الحكومات وكيف الحكومات عم بتحاول تمشي بشكل سريع. حقدم 5-6 ابتكارات سريعة بتعملها الحكومات اليوم، ما حأشرحها بالتفصيل لأنه بدي أترك المجال للأخ بشير يتكلم عن علم الإنجاز وآلية علم الإنجاز، لكن عشان تشوفوا الحكومات كيف بتتفاعل. سنغافورة نظرت لهذه الفرصة اللي فيها الوباء وفيها الجلوس في البيت كفرصة للتعلم، لكن سنغافورة أدركت أنه بعد ما ينتهي الوباء سواء بعد سنة أو سنتين عالم العمل سيكون قد تغير، كلكم بتعملوا من البيت الآن ولن نرجع إلى المكاتب كما كنا في عهدنا السابق، كل أبنائنا في المدارس بيدرسوا من البيت الآن، لن تعود المدارس إلى وضعها السابق، قد تكون خليط، كلنا بناخد صحة وبنتطبب عن وجود البيت والتطبب عن بعد. فكل مهارات الحياة وكل آليات التقديم الخدمة في الحياة حتى المولات أصبحت أمازون صار سيد الموقف. فبالتالي المهارات لما نرجع لافتتاح الاقتصاد يفتح هتكون كلها مختلفة. سنغافورة بتستغل هاي الفرصة، قدمت $500 لكل مواطن سنغافوري اللي يطور مهاراته، مش يحسن مهاراته السابقة، فاللي كانت اللي كان سكرتير ولا اللي كان محاسب مش عايزينه يحسن قدرات المحاسبة، عم بنديهم فلوس يدرسوا مهارات جديدة ليكونوا جاهزين للاقتصاد ما بعد كورونا.
ونحن الآن فعلياً من الخبراء اللي بنتكلم معهم ومن دراساتنا أصبحنا نعرف العالم ما قبل كورونا والعالم ما بعد كورونا، وبالإنجليزي بنعرفها بي سي بيفور كورونا وأي سي أفتر كورونا. في إستونيا استغلت الحكومة هذه الفرصة وأطلقت مجموعة من الهاكاثونات اللي هي دعوات الابتكار للمجتمع والقطاع الخاص لإيجاد حلول، أيضاً إيجاد حلول تساعد حكومة إستونيا في الاستمرار في العمل بخلال الأزمة، لكن حلول لن يكون في رجعة عنها. فلو وجدنا آلية الآن لموظفين وزارة الاقتصاد مثلاً يعملوا من البيت بنفس الفعالية، إستونيا قررت أنهم ما يردوا على مكاتبهم بعد انتهاء الأزمة، عم بيعملوا هاكاثونات للعمل عن بعد، هاكاثونات للتدريس عن بعد، عشان يستغلوا الفرصة لإيجاد حلول دائمة تحسن اقتصادهم. باللغة الصينية على فكرة، كلمة باللغة الصينية والصين حيث بدأ الفيروس، كلمة كرايسيس اللي هي فيها لها شقين، شق منها فرصة وشق منها تحدي، فهم بينظروا لكل أزمة منها جزء منها فرصة وجزء منها تحدي، وإستونيا وسنغافورة عم بيركزوا على الجزء اللي هو فرصة. في الإمارات تم إطلاق مبادرة الطبيب الافتراضي، وأنا كنت واحد من أول المستفيدين منها، تعاملت مع طبيب أونلاين وأرسل لي الوصف بالإيميل، ما أدري ليش رح أرجع أتعامل مع طبيب في الحالات البسيطة على الأقل بخلال زيارة العيادة. في ألمانيا الآن عم بيفكروا بآلية العودة إلى ما اقتصاد ما بعد التعافي الاقتصاد والذهاب الوباء، فأصبحوا يفكروا بإصدار شهادات مناعة للمتعافين من كوفيد. مناعة معناها أنه هذا الشخص عنده مناعة بعد ما مر بالتجربة وتعافى منها، عم بينظروا الآن علميا هل فعلا هاي الأنتيبوديز بتضل في أجسامنا. في كثير من الحكومات عم بيستخدموا الذكاء الصناعي عن طريق الهواتف الجوالة لمتابعة ورصد كل الحالات اللي عم تنتقل وآلية انتشارها، عم بيستخدموا الذكاء الصناعي لتحليل استجابة الناس ونوعية دمهم لأدوية معينة. استخدامات الذكاء الصناعي تضاعفت مرات عديدة وهي أكبر سلاح لنا موجود الآن في محاربة كورونا. حكومات أخرى ابتدأت تستخدم ما نسميه تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، من تعقيم إلى تنظيف إلى إرسال رسائل إلى متابعة المخالفين لحظر التجول. هذه التقنيات كنا نتكلم من هاي التقنيات والذكاء الصناعي في محاضراتنا السابقة، نتكلم إنه بعد 10 سنوات سيكون العالم كده، بعد 10 سنوات سيكون الطب عن بعد، بعد 10 سنوات سيكون التعلم عن بعد. الآن أجبر كل العالم إنه يدخل في تجربة لم يخوض لها البشرية مثيل، ونجرب كل هذه التقنيات في يوم واحد. فالآن إحنا أقحمنا في الثورة الصناعية الرابعة والحكومات عم تتأقلم معها بكل استخداماتها. وقبل ما أنتقل للأخ بشير ونتكلم على علم التنفيذ، وعدتكم ببعض السيناريوهات اللي عرضوها الإخوان في جامعة هارفارد بالكندي سكول في السنتر فور انترناشنال ديفلوبمنت. هذه سيناريوهات إلى متى ممكن يستمر معانا هذا الفيروس، أي إلى متى ممكن نسيطر على انتشاره وتعود الحياة أن تكون شبه طبيعية. وأقول شبه طبيعية لأنه هذا الكلام في دولة واحدة، بمجرد ما نفتح الاقتصاد وتدخل علينا بشر من دول أخرى قد تعود الكرة مرة أخرى. ومثل ما أنتم شايفين الكيرف الأزرق هو حالة عدم اتخاذ أي إجراءات مثل ما عملت السويد وعدد الإصابات الممكنة، الكيرف الأصفر في حالة اتخاذ إجراءات بسيطة بما في ذلك إجراءات إغلاق المدارس، وبتكون قللت شوي عدد الإصابات وينتهي يمكن هذا التحدي الكبير في الحجر وما إلى ذلك ببدايات يناير 2021. وإذا اتخذنا إجراءات صارمة مثل الإجراءات اللي اتخذناها اليوم وحافظنا عليها لمدة أشهر، بنخفف كتير من الإصابات، لكن سيستمر ما نحن عليه إلى مايو 2021. فنحن أمام على الأقل سنة إذا مش أكثر من الوضع الحالي. فلما نتكلم بهاي السنة في الوضع الحالي، هناك شقين من الحكومة الآن تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذا الوباء والمحافظة على المكتسبات والمحافظة على المجتمعات. الشق الأول بالأزرق ما يسمى الخطوط الأمامية. الخطوط الأمامية كلكم شايفينها وكلنا بنشكرها وبنثني على جهودها، الشرطة، الصحة، الممرضين والممرضات، الأطباء، عمال النظافة، عمال التوصيل، الناس اللي عم بيتعاملوا، عمال الحدود، موظفين الحدود والجمارك اللي عم بيتعاملوا على الصف الأول ليضمنوا أن المجتمع يبقى صحي وآمن ويتابع عمله.
هذه خطوط الصفوف الأمامية الآن تخضع لحالة ما تسمى بإدارة الأزمات، هي محالتها حالة إدارة الحرب، بيكون في جهة متخصصة بديروها يوم بيومه، خطط سريعة الإجراءات، قرارات سريعة، وكلكم شايفينها بعينكم. لكن لما نتكلم اليوم عن علم الإنجاز، الحكومات لا يمكن تتوقف لأنه في أزمة، الحكومات أمامها خطط تنموية، الحكومات أمامها مجتمعات تديرها، الحكومات أمامها خلق وظائف للشباب، الحكومات أمامها تعليم، أمامها تنمية، طرقات، فالحكومات لا يمكن تتوقف، وهناك جبهة خطوط خلفية لا تقل أهمية عن الخطوط الأمامية اللي هي الجهاز الحكومي اللي بده يسوي خطط وسياسات ويستثمر في المستقبل. هذا الجهاز صعب جدا عليه اليوم يتابع التركيز ويحل التحديات ويتابع الإنجاز، لأنه كان العلم الإنجاز عنده والتنفيذ كان صعب في حتى أبسط الحالات في السابق لما ما كان في كل هالتحديات. ففي ظل التحديات الكبيرة التي نعيشها اليوم، وبيظل انخفاض سعر البترول اللي حيأثر على ميزانياتنا، وحنشوف أكثر من دورة في خفض ميزانيات العمل الحكومي، صرنا شفنا دورة أو دورتين، وفي ظل تحديات كورونا والتباعد الاجتماعي وكل ما يخلقه على سلاسل التوريد العالمية وعلى حياتنا وعلى اقتصادنا، كيف ممكن ننجز خططنا؟ كيف ممكن نتابع تنفيذ خططنا؟ لابد يكون في منهجية، ومنهجية علمية، ومنهجية يمكن الالتزام فيها، لأن الالتزام الآن بالتنفيذ والتركيز على التنفيذ قد يكون أحد أسرار نجاحنا وخروجنا من هذه الأزمة اللي إحنا فيها. فبدنا أنتقل بكم اليوم مع زميلي بشير من Delivery Associates، يتكلموا عن التول علم الإنجاز الدليفرولوجي اللي استخدموه في السابق في الأيام الجيدة، والآن بدنا نشوف كيف ممكن استخدامه لاستثمار عمل الحكومة. بشير تفضل. شكرا لك دكتور يسار، وشكرا للدكتور محمد. احنا لنا شرف كبير هون في Delivery Associates نكون مع كوكبه من المشاركين والمشاركات من المعهد، ومتشرف انه نكون معكم ونعطيكم لمحه عن منهجيه علم الانجاز او Deliverology. تاريخيا المنهجيه هاي تم تطبيقها بال2001 ايام توني بلير لما كان رئيس حكومة بريطانيا، ومنذ ذلك الوقت تم تطبيق هاي المنهجية في مختلف دول العالم، وصلت تقريبا الى جميع القارات في امريكا الشمالية الجنوبية وحتى بمنطقتنا بعالمنا العربي وبآسيا وغيرها. بشكل عام المنهجية علم الإنجاز تساعد قادة الدول أنه يحققوا نتائج مجدية وطويلة الأجل، وبناء على تجربتنا في مختلف دول العالم وتجربة زملائي، حتى المنهجية كان لها دور في أوقات الأزمات، في الأوقات العصيبة اللي منعيشها إحنا حاليا. أنا رح أبدأ بمجموعة أمثلة دراسات حالة case studies لتطبيق منهجية الإنجاز في ثلاث دول، وكيف كان لها دور في التخفيف من الأزمات أو الاستجابة للأزمات على المدى القصير المتوسط والطويل. رح أبدأ بأول مثال، ورح أطلب منكم خلال الأمثلة اللي بحكيها نفكر إيش في ملامح أو أبرز خصائص منهج علم الإنجاز. في أول مثال عندنا من البيرو بال2017، البيرو تعرضت لأسوأ فيضانات منذ التسعينات، حوالي ثلاث عقود. اللي صار إنه خلال ثلاث أربع أيام حوالي مليون مواطن تضرر، حوالي 12 ألف كيلومتر من الطرق دمرت، يعني الدمار اللي حصل كان كتير كبير، وحوالي 40 ألف منزل وأسرة تشردت تعرضت للانهيار. للعلم عدد سكان بيرو حوالي 30 مليون، فهي حجم الأضرار بشكل عام يعتبر كبير جدا.
الحكومة في ذلك الوقت هي صارت الفيضانات بال 2017 بدايتها، بال 2016 كانت الحكومة في البيرو جديد مستلمة التيرم تاعها، وبدأت هناك بتأسيس دليفري اللي هي وحدة الإنجاز اللي هي خلينا نحكي حجر الزاوية لمنهج علم الإنجاز وتطبيقه في الحكومة. كان دور الوحدة بالاستجابة للأزمة رئيسي جدا، فقامت الوحدة بالإشراف على الاستجابة لإعادة الإعمار بخمس قطاعات ذات أولوية حددتها الحكومة في ذلك الوقت والتي تضررت بأكثر حجم ممكن، وقامت أيضا بحشد الوزارات والمؤسسات بسرعة حتى يضعوا خطط لتنفيذ هاي خطط الاستجابة للأزمة، وأعطوا أولوية لها الإجراءات عبر مؤسسات الدولة مختلفة. وطبعا كانت هاي الوحدة تعمل اجتماعات بسميها احنا روتينز مع رئيس الوزراء دوريا، بتم فيها تقييم للوضع الحالي وشو التدخلات اللي قامت فيها الحكومة. ساهمت هاي الإجراءات الروتينية اللي نفذتها الحكومة في ذلك الوقت على تسريع وتيرة التعافي الدولة من الأضرار التي تسببت بها الفيضانات. خلال هذه الفترة تم وضع خطط على مدار 60 يوم، يعني كان اللي هي بسموها زي مرحلة التعافي من الفيضانات. فخلال فترة التعافي هاي قامت الوحدة بعقد اجتماعات تقييم يومية مع القطاعات المختلفة سواء بالتعليم أو بالصحة أو بالبنية التحتية، كانت أيضا تقوم باجتماعات تقييم أسبوعية حتى تقف على جوانب التقدم والبطء والمشاكل في التنفيذ، وكانت طبعا ترفع تقارير لمجلس الوزراء لاعتماد الميزانيات حتى يقدروا ينفقوا على الحجم الكبير من خلينا نحكي عادة الإعمار اللي صار. في مثال آخر كان ممكن نقدر نحكي عنه هو تشيلي. تشيلي بال 2010 قبل 10 سنين تعرضت لسادس أقوى زلزال عرفه الإنسان على الأرض، دمر حوالي 4000 مدرسة، مليون طفل تعطل عن الدراسة، حوالي 370 ألف منزل دمر أو تضرر. وقتها كانت الأثر على إجمالي الناتج المحلي حوالي خمس الاقتصاد تأثر، فلم تكن الأمور سهلة في ذلك الوقت. طبعا في ظرف أزمة زي هيك يعني دمار كبير صار، كثير في أشياء ممكن الحكومة تعملها، يعني there's so much things to do يعني. ولكن الفكرة كانت أنه الحكومة التشيلية خصصت 65% من ميزانيتها لمجالات ذات أولوية لها علاقة بالصحة والتعليم والأشغال العامة والمباني العامة، وهاي الخطط أيضا اشتملت على أهداف طموحة قابلة للقياس، مثلا بناء 220 ألف منزل خلال 4 سنوات. وطبعا كان في فرق مستقلة مشرفة على إدارة الأزمات وإعادة الإعمار. الأثر كان من هاي خلينا نحكي البرايورتايزيشن اللي صار، التركيز على هاي المجالات ذات الأولوية وعطائها الموارد والاهتمام الكافي، كان في إنجازات كبيرة زي ما عم نشوفها بالشاشة أمامنا. مثال ثالث من حكومة المملكة العربية السعودية، كلنا بنعرف إنه كجزء من رؤية المملكة 2030 كان هناك برنامج التحول الوطني، وهذا البرنامج نعرف أنه له أهداف طموحة وستغير وستحقق تحول كبير في المملكة العربية السعودية. واحدة من الأهداف اللي الرئيسية اللي اشتغلنا عليها مع زملائنا في وزارة الاقتصاد ووحدة الإنجاز أو
وحدة برنامج التحول الوطني الآن، كان هو موضوع تخفيف الحوادث على الطرق. كلنا نعرف أنه المملكة وللأسف يعني دول كثير في منطقتنا، أردن وغيرها قطر، يعني نسبة الوفيات على الطرق هي عالية جدا والأعلى من الأعلى بالعالم للأسف. ولكن اللي صار أنه في ذلك الوقت بال 2018 الحكومة السعودية قامت باستخدام البيانات الديتا بشكل آني، وهاي البيانات تم استخدامها حتى نعرف وين في نحدد نركز جهود العمل. على سبيل المثال، واحدة من الإضاءات اللي فرجتنا إياها البيانات كانت أنه وفاة من أصل 10% من وفيات على الطرق بتصير على 8 من طرق المملكة. وبناء على هاي البيانات نعمل زي تركيز على هاي الطرق، وصار تحليل لكل طريق ما هي الأسباب الحوادث، سواء لها دخل بالجانب الهندسي أو بأخطاء بشرية أو سرعة زائدة وغيرها. فبناء على هاي البيانات صرنا الحكومة كانت قادرة تحط تدخلات وحلول بناء على ماذا يرد من الميدان. وهاي البيانات ساهمت انه نحط اجراءات مناسبه، وساهمت خلال فتره قصيره، عم نحكي شهر، انه نعمل تخفف المعدلات الوفيات على الطرق المستهدفه بنسبه 9%. ومن هاي الطريقه تم خلينا نحكي تطبيق هاي المناهج على باقي طرق المملكه. بال 2018 تمكنت المملكه بتخفيض الوفيات على الطرق بحوالي 25%، كان يعني انجاز كثير كبير. بشكل عام هاي الدراسات تعطي بعض الملامح عن علم الانجاز. من الصعب جدا الصراحه ان في خلال هذا الوقت القصير انه نشرح عن هاي الادوات بتفصيل اكبر، ولكن انا بدي اعطيكم هلا نظره عامه خلال الوقت المتبقي. فكره علم الانجاز او الدليفرولوجي انه تحقق شفت، خلينا نحكي نقله في تركيز عمل الحكومات، بحيث انه تحقق نتائج تمس حياه المواطن اليوميه، من خلال نعمل الشفت هذا من التخطيط الى التنفيذ. بشكل عام الحكومات لا تخصص وقت كافي لتنفيذ سياساتها، تخصص 90% من وقتها على تطوير السياسه ووضع الخطط والبرامج ونعملها بيرفكت، وبينما 10% على التنفيذ. نحن نعتقد انه لو الحكومات كانت خصصت 90% وعملت نقله في هاي المعادله وعكستها على التنفيذ، راح تقدر الحكومات تحسن جوده حياه المواطن بشكل كبير، وتحسن من النتائج اللي بدها تحققها. المنهجيه علم الانجاز هي زي ما حكى دكتور يسار، هي منهجية علمية، ولكن بنفس الوقت فيها جانب فني، سنارت and ساينس. الجانب العلمي اللي هو الجانب الفني، خلينا نحكي اللي هو عادة لما نعمل مع رؤساء الحكومات أو قادة مختلفين، سواء على مستوى الحكومات المحلية أيضا، عادة نسأل 5 أسئلة. إنه السؤال الأول نسأل ما هي أولوياتك، ما هي القطاعات اللي بدك تركز عليها في خطة عملك كحكومة. يعني علينا أن نعترف إنه ما بنقدر ننفذ كل إشي، والموارد المالية وغيرها أيضا محدودة، فلازم نحط أولويات وليس أمنيات. وهاي الأولويات لازم يكون لها أهداف محددة قابلة للقياس. يعني على سبيل المثال يكون عندنا أولوية نحقق مثلا نسبة شمول بالتأمين الصحي بين السكان حوالي 100% مثلا من 90%، مثلا نحسن نتائج طلاب التعليم في المدارس في امتحانات البيسا والتيمز العالمية. فهاي الأهداف لازم تكون محددة وقابلة خلال فترة محددة. عادة
الحكومات تشتغل معها خلال 4 سنين. السؤال الثاني، كيف نحقق البرنامج هذا من خلال خطط واضحة؟ وهذه الخطط تحدد، يعني ليست زي ما بيحكوها مضروبة بالصخر أو منقوشة بالصخر، هي تحدث حسب التغير بواقع الحال وبناء على بيانات ثابتة وآنية ريل تايم جاي من الميدان. وهي الآليات جدا مهمة، البيانات بيكون عندي أنا اجتماعات روتينية، إجراءات روتينية اللي هي بنسميها احنا ستوك تيكس او اجتماعات جردة حساب دورية بتصير حسب الوضع، ممكن كل شهر او ممكن 3 اشهر. نسأل ايضا اذا الامور لم تكن كما يجب ماذا نفعل. الفكرة هنا انه نضلنا نعدل هاي الخطط، نتابعها وكمان نحل المشاكل اول باول فور ظهورها. ايضا الموضوع المهم هو التركيز على الأهداف تجنب التشتت. بشكل عام كثير من الحكومات مثلا بعد كم شهر بالأوفيس بعد الانتخابات في بصير تشتت لأسباب مختلفة. فكرة المنهجية هاي الإنجاز إنه نركز إحنا على أولويات واضحة وثابتة. الجانب الفني من هاي المنهجية اللي هو كثير ناس ممكن يقللوا من تقدير أهميته، واللي هي خلينا نحكي يعطي طابع مختلف للدليفرولوجي وهاي المنهجية عن باقي المنهجيات المتبعة، اللي هو الفكرة الثقافة، الثقافة في القطاع العام في الجهاز الحكومي، أن يكون هناك أهمية بالتغيير التدريجي عبر سلسلة الإنجاز من رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى المعلم بالصف وبالطريق إليهم بالسلسلة بيكون عندنا أيضا مدير المنطقة مدير المدرسة وغيره. هدول كلهم لازم يأمنوا بالتغيير وبالقدرة على الإنجاز. موضوع الإلحاح، الإلحاح جدا مهم ونعطي زخم، يعني دائما بحكيها السير مايكل باربر، هي مقولة لسائق إيطالي أمريكي، إنه إذا أنت حاس الأمور تحت السيطرة معناته أنت ما عم بتسوق بالسرعة اللازم. فجدا ضروري يكون في درجة إلحاح لإحداث الإصلاح والتغيير. بشكل عام منهجية الإنجاز بتعمل تحول جذري في آلية عمل الحكومة. نحن عادة بنميز بين نوعين من العمل الحكومي، العمل الحكومي المرتبك المتشنج government by spasm مقابل العمل الحكومي المنضبط الروتيني. الفرق بيناتهم زي ما هو موجود أمامنا، العمل الروتيني بيركز على أولويات واضحة، بينما العمل المرتبك يشتت الجهود، كل إشي مهم، يعني في مثل إذا كل شيء مهم معناته ما في إشي مهم. بالعمل الروتيني الحكومي المنضبط في تحديد كيف رح يكون النجاح، بينما بالعمل المرتبك عم نحكي كيف إنه أهداف عامة بشكل عام تحسين مستوى الرعاية الصحية، بينما إحنا ما نحكي بالدليفري لوجي تيرمز عم نحكي عن موضوع بالرعاية الصحية في أولويات. هل أنا بدي أحسن مثلا المراكز الصحية، هل أنا بدي أخفف أوقات الانتظار بالمراكز الصحية والمستشفيات، ونقيس هاي الأوقات ونخففها نقللها. تعتمد على شفافية بالحوار بناء مبني على بيانات جاي من الميدان ماذا يحدث، بينما العمل الحكومي المرتبك هو يعتمد على انطباعات منمقة وعلى انطباعات يعني مش مبنية على أي دليل أو بيانات. فهذه بشكل عام خلينا نحكي الفرق بين العمل الحكومي المرتبك والعمل المنضبط. في كثير ناس بيسالونا انه كيف تختلف المنهجيه عن الاساليب التقليديه لاداره المشاريع. السؤال عاده الفرق الرئيسي، وهون بجوز بسوى نحكي عن نشاه الدليفرولوجي. الدليفرولوجي نشات في القطاع العام في الحكومه ولم تاتي من مثلا القطاع الخاص وتم تكييفها في سياق الأجهزة الحكومية أو
قطاع العام. فهاي هي أول فرق بينهم، هي نشأة. وأيضا الفرق الكبير اللي هو إنها بتركز على نتائج وعلى الغاية الأخلاقية من عمل الحكومات، اللي هي المورال بيربز. الديليفرولوجي بتركز على نتائج تمس حياة المواطن. سؤال مهم، ماذا يعني تمس حياة المواطن؟ مثلا بالأمثلة الأمامنا من البنجاب، عنا عم نحكي على موضوع التغطية الاميونيزيشن كافرج، اللي هي كم نسبة التطعيم بتوصل للناس. مثلا زي ما ذكرت مثال أوقات الانتظار بالمستشفيات أو بمراكز الصحية، هاي التحسينات بالنتائج بتمس حياة الإنسان المواطن، وبتخليه يشعر أنه هاي الأرقام فعلا عم تعمل فرق بحياته. الجانب الثاني المختلف اللي هو أنه هاي علم الإنجاز تعني بموضوع بالأشخاص وبالإجراءات وبالجوانب السياسية التنظيمية داخل العمل الحكومي. نعرف أن العمل الحكومي بشكل عام فيه حجم يعني من الـ organizational politics جدا كبير، وعادة قطاع العام هو complex، هو معقد، في كثير إجراءات يجب أن تتم. علم الإنجاز يأخذ بعين الاعتبار هاي الأمور من خلال إشي اسمه سلسلة الإنجاز، اللي هي تتبع أنه مثلا لما يكون رئيس الوزراء أو رئيس الدولة يقول أنه نريد أن نحسن نتائج طلابنا في التعليم بالامتحانات الدولية، هاي الفيجن لازم تكون موجودة عبر السلسلة حتى المعلم اللي بالصف. ففي عنا مجموعة من الأدوات والأطر اللي تساعد ننفذ هذا هاي الخطط. بشكل عام موضوع الثقافة اللي حكيت عنه بالإنجاز مهم جدا، يعني الثقافة بالإنجاز وكمان أعطاء أولوية قصوى لبعض الأمور. عندنا هون مثال من أولويات رئيس الوزراء بنيو ساوث ويلز بأستراليا، اللي هي حكومة محلية عملنا معها. إذا بنلاحظ على الشاشة أمامنا، هي حددت حوالي 12 مجال أولوية، 12 priority، وهاي الأولويات كانت واضحة بتحديد أسس النجاح من ناحية خلق فرص العمل وغيرها، اللي هي الأمور رح تلاحظوا أنه هاي المؤشرات ذات مساس مباشر بحياة الإنسان من خلال مثلا خلق فرص عمل وغيره. بشكل عام المنهجية هاي طبقت في مختلف دول العالم. مثلا في بروناي كانت بال 2015 أو عفوا 14 كان مركزها على العالم بالمؤشر Doing Business Report الصادر عن البنك الدولي كان 105. خلال 3 سنوات لأنه مركزوا على موضوع تحسين بيئة الأعمال وصلوا إلى 55. أيضا بالبيرو التطبيق منهجية علم الإنجاز كان لها دور كبير بموضوع تحسين ثقة الناس بالشرطة، اللي كانوا الناس بالبيرو يشوفوها أكثر فئة من القطاع العام فسادا. تم وضع إجراءات وتم تحديد سلسلة الإنجاز وغيرها من الأمور، وخلال عدة أشهر كان تمكن الحكومة من تحسين ثقة الناس بالشرطة. بشكل عام المنهجية علم الإنجاز بتساعد الحكومات في مراحل مختلفة من التنفيذ. المراحل الأولى تبدأ هي بتحديد الأولويات والتنظيم، وينضع وأن يتم وضع نموذج إدارة يركز على النتائج، ونشخص ونفهم قدرة النظام وشو أداؤه الحالي حتى نقدر نحط الأهداف بشكل يكون طموح بنفس الوقت واقعي. والشغلة المهمة من علم الإنجاز اللي هو الإجراءات الروتينية، اللي هي الروتين واجتماعات التقييم الدورية اللي بتكون أيضا مبنية وواحدة من خلينا نحكي تعتمد بشكل عام على البيانات، بالإضافة لثقافة الإنجاز اللي أعطيت مثال عنها. وطبعا
دور التكنولوجيا جدا مهم في دعم الإنجاز ودور الداتا والبيانات. بشكل عام هاي المنهجية ممكن نكيفها حتى نساعد العالم بالاستجابة لأزمة وباء الكورونا المستجد، وإحنا هون عملنا تكييف لهاي المنهجية بحيث إنه الخصائص والمكونات للمنهجية يمكن استخدامها في احتواء تفشي مرض الكوفيد 19، وأيضا تحاول على الاستفادة من التكنولوجيا. بجوز الدكتور يساف أرجان عدة أمثلة كيف التكنولوجيا لها دور كبير في دعم الإنجاز. بشكل عام هنا أمثلة من دول كيف تستخدم منهجية الإنجاز لمواجهة التحديات اللي بفرضها وباء الفيروس الكورونا. الولايات المتحدة تم تطوير داشبورز، لوحات قياس مؤشرات الأداء ومتابعتها بشكل يومي، وطبعاً في اجتماعات على مستوى الولايات يومية. بالأردن احنا حالياً عم نشتغل بديفر أسوشيتس مع الحكومة لتطوير تطبيق للكونتاكت تريسنج أو التقصي عن المخالطين. وهنا أيضاً بالبرازيل عندنا مثال آخر يتعلق بوضع مؤشرات لمتابعة إجراءات العملية التي تتم، وحل المشكلات في المجالات المهمة ذات الأولوية. بشكل عام هاي هي لمحة سريعة عن العلم الإنجاز. أتمنى أني ما أكون أطلت عليكم، فأنا شاكر لكم لاستماعكم، وبدي أعطي المايك للدكتور محمد. قبل ذلك بدي أؤكد أنه علم الإنجاز هي عبارة عن التنفيذ، نعكس المعادلة من 90% تخطيط ووضع سياسة و10% تنفيذ إلى العكس، 90% تنفيذ و10% تخطيط ووضع سياسة. شكرا لكم. ألف شكر يا سيدي الفاضل، والله يعني استفدنا كتير، ودليل على كده عدد المشاركين الآن لم ينخفض يمكن واحد منذ ما بدأنا البث. أنا جالي عدة أسئلة، خليني أعرض على حضرتك والدكتور يسار. في واحد بيشكر في الأول الأستاذ بشار ساسة، بيقول من أروع ورش العمل التي شاركت بها في مجال إدارة المشاريع أثناء الأزمات، بيض الله وجهكم والله يبارك فيك. هناك سؤال، كيف سيتغير التعاقد الحكومي والخاص اللي هو Public Private Partnership بعد كورونا؟ هل البي بي بي هتتأثر باللي بيحصل؟ تمام دكتور يسار. أوكي. أو دكتور، نعم تفضل دكتور يسار. عفوا أنا عم بحاول أضوي السكرين. كل شيء حيتغير طبعا أمامنا، ما عندنا الآن إجابات شافية كيف سيتغير العالم، لكن الأكيد أنه حيكون في كفاءة أعلى في التعامل، والأكيد أنه كل الحكومات الآن بدأت تبحث عن مجالات لتطوير عملها ما بعد كوفيد، بما معنى الاعتماد أكبر على العمل من بعد، الاعتماد أكثر على التعليم عن بعد، وأيضا هذا كله بيعني أنه سيكون في اعتماد أكبر على العمل مع القطاع الخاص. أعطيكم أمثلة من المنطقة، يمكن التعاقد من ناحية البي بي بي مع القطاع الخاص اللي هو مشاريع الكبرى، تأسيس مدن كبيرة مثل نيوم، بناء موانئ كبرى، لن يتغير كثيرا باللي عم بيحصل معنا اليوم، إلا في حالة أن الحكومات الآن خفت الموازنات اللي عندها ولجأت لأسواق الدين العام، فحيكون في فرصة للقطاع الخاص ويكون عنده قدرة أكبر على المفاوضات مع الحكومات. لكن أتخيل سيكون هناك عالم جديد من التعامل مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية. شركات التقنية في كل دول المنطقة اليوم على الأقل في الأزمة أصبحت شريك مباشر للحكومات، وإحنا نرى مجموعة كبيرة من زملائنا CEOs هنا، وأنا بشتغل في أستراليا، وعندنا زملاء بيشتغلوا في دول أوروبا، وبشير ممكن نتكلم عن الدول في المنطقة، مجموعة CEOs في شركات التقنية والستارتابس بالعمل عن بعد، التعليم، الطب عن بعد، أصبحوا جزء من الجهاز الحكومي لإدارة الأزمة، لم يعودوا موردين
ولا سبلايرز، جزء منهم عم بيشتغل مجانا مقابل وعود في المستقبل، جزء منهم عم بيشتغل بشكل تغطية التكاليف. فأتخيل البي بي بيز اللي هي بكبرها من ناحية المشاريع الإنشائية والإنفراستراكشر لن يكون في تغيير جذري إلا مقابل أنه اختلفت معادلة الفندنج. لكن في نوع جديد من البي بي بيز اللي هو اللي كنا نتكلم عنه زمان، الشراكة الحقيقية وليست الشراكة التعاقدية، أتخيل حتزيد بشكل كبير. وأدركت الحكومات الآن حاجتها للقطاع الخاص، والقطاع الخاص أدرك أنه بالنهاية حاجته للحكومة. وأعتقد في دول الخليج حيكون في إدراك أكبر من ناحية ضرورة إيجاد شبكة أمان مؤسسي للمؤسسات البزنس، لأنه حنمر بفترة صعبة بالأشهر الستة القادمة من ناحية الكاش فلو. بشير أتخيل عندك إضافة كمان على بعض الأمثلة يمكن؟ ما سامعينك بشير. شكرا. نعم، وفي أسئلة كثير جدا. فعلا أزمة هاي فعلا حققت تغير كبير في العلاقة بين القطاع العام والخاص. يعني أكبر مثال في ذلك في قطاع التكنولوجيا، يعني مثلا الحكومة، خلينا نحكي أحد الأمثلة، الحكومة الأردنية، القطاع الخاص كان خصوصا من قطاع التكنولوجيا معلومات شريك أساسي. يعني صرنا نشوف مثلا التصاريح منصات طورها القطاع الخاص باستخدام مثلا تكنولوجيا موجودة ببنك البلوك تشين مثلا. حتى فكثير طريقة العمل والاعتماد اختلف، وكان القطاع الخاص أسرع سريع بالاستجابة من القطاع العام. وشفنا تغير كبير، مثلا كلنا بنعرف التطبيق بالمنطقة طلبات، يعني في عم بيصير تعاون كبير بين الحكومة والطلبات بخصوص مثلا التوصيل حتى تخفف الناس من الخروج إلى المنزل. أنا أتوقع رح يكون في شفت كبير مع الأزمة هاي، وجزء من الاستجابة للأزمة هاي على المدى البعيد يكون بدور أكبر وأوسع للقطاع الخاص. شكرا، الله يبارك فيك. بيقول أغلب الدول متضررة ولا شك في ذلك، ولكن هل هناك دول قد ترون أنها سوف تكون مستفيد من هذه الأزمة؟ يعني خليني أبدأ بالإجابة سريعاً بسرعة وأرويكم الكفر للإيكونوميست. كفر الإيكونوميست هذا الأسبوع بيتساءل Is China winning؟ هل الصين تربح؟ الدول المستفيدة الآن من الأزمة من ناحية فرصة هي الدول التي لها المواصفات التالية: الدول اللي كانت غنية بالكاش، لأنه الآن العالم كله في مبيعات، This is on discount، ممكن تشتري أسهم بأسعار لم نحلم فيها قبل أشهر، ممكن تشتري بترول ونفط لم نحلم فيه قبل أشهر، ممكن تشتري أسيتس. اليوم شركة فيرجن للطيران بأستراليا أعلنت إفلاسها، اللي معاه بضعة ملايين ممكن يشتريها. فالدول الغنية بالكاش ستستفيد. الدول التي لديها قدرات تصنيعية مستفيدة جدا، قدرات تصنيعية على ما تسمى الصناعات الأساسية والصناعات الدوائية. اليوم إحنا بنرسل موفدين وسفراء إلى الهند لنطلب منهم يسمحوا بتوريد بعض الأدوية اللي بتنتجها الهند الجينيريكس عشان يوصلوا لنا إياها، الماسكات. فهناك دول بتستفيد من الحالة الآنية من ناحية شراء أسيتس ومن ناحية تقوية موضعها. لكن في أيضا دول عم بتلعب لعبة سياسية قوية جدا لتثبيت موقعها في هاي الأزمة عن طريق مساعدة دول أخرى، مع أن الوباء بدأ بالصين، لكن هناك الآن ناس بترفع علم الصين في بعض المدن في إيطاليا من المساعدات اللي عم بيقدموها. فهذه الآن التغيير اللي حصل، أي تغيير بيحصل في المنطقة وفي العالم وفي الحرب العالمية الأولى والثانية وحرب كوفيد بيطلع منه ناجحون وخاسرون، وفي دول لابد ستربح. دولة السويد الكل عم بيراهن عليها. سمعة الدول ستختلف بعد سنة، الناس ستعيد النظر بالدول التي ستهاجر لها، العقول رؤوس الأموال ستعيد النظر بتقييم الدول اللي بتهاجر لها أو بتستثمر فيها أو بتعمل فيها صناعات أو بتشتري فيها منازل. كله بيعتمد على ردود الفعل والقيادة اللي تواجهها الدول اليوم. فأنا أعتقد 100% هناك خاسرون، وبعض الدول اللي ورجيتكم إياها أظن حتكون مستفيدة جدا من هذا المتغير. والله رد جميل يا دكتور، جزاك الله كل خير. في سؤال بيقول من الأستاذ ياسر بسنان: ماذا سيكون وضع القطاع الصحي؟ والأستاذ مهندس عبد الرحمن الرفاعي بقول: ما توقعاتكم لقطاع الطيران؟
ايه رايكم قطاع الصحه والطيران حيكون الاثر عليهم؟ يعني القطاع الصحي اكيد هو اكثر قطاع متاثر بهاي الازمه، واحنا لاحظنا قطاعات صحيه بدول كبرى انهارت بسبب هاي الازمه زي ايطاليا واسبانيا. واحنا بنعرف كمان انه جاهزيه القطاع الصحي اليوم، كنت عم بقرا في علاقه طرديه بين قوه القطاع الصحي وعدد الوفيات. يعني على سبيل المثال كان الأمثلة دولة زي اليابان وكوريا وإسرائيل ودولتين آخريتين قارنوا أنه مستوى الرعاية الصحية كان القطاع الصحي هناك نظام له دور كبير. بالنسبة للطيران هو أكثر قطاع حاليا متأثر. نحن نعرف أنه كثير من شركات الطيران عندها fixed cost، تكاليف ثابتة موجودة، الاستئجار السلوتس بالمطارات، استئجار الطيارات كره الطيارات نفسها، فهو القطاع الاكبر اللي متاثر من هاي الازمه. انا برايي المنتصر بهذا القطاع هو كان قطاع التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. دكتور اعلق على موضوع القطاعين بسرعه لانه اتخيل لما الواحد ما يخلص الوقت حيمر بقطاع الطيران حنشوف رابحين وخاسرين. قطاع الطيران الآن نعم ما عنده طيران قائم، هناك شركات ستعلن إفلاسها، كم بيتخيلوا أنه تقريبا 40% من شركات الطيران العالمية ستكون تكنيكالي مفلسة بحلول شهر مايو. هل ستعلن إفلاسها رسميا أم ستجد أساليب أخرى أو حد يرعاها؟ لكن تكنيكالي ستكون مفلسة بحلول شهر مايو. هناك العديد من الدول الآن تعيد النظر بقطاع الطيران، وبعض الدول ابتدأت تتكلم عن معاملة قطاع الطيران كبنية تحتية، مثلها مثل الجسر، مثلها مثل الشوارع، لا نتوقع منه ربح لكن نحتاجه لنبقى متصلين مع العالم، فهذا سيرفدون الحكومات بالأموال. بعض شركات الطيران وما حنذكر أسماءها الآن لكن ابتدأت تبتكر وتعيد استغلال شركات طياراتها لنقل البضائع بشكل مخفض التكلفة، وشالوا كراسي الباسنجرز. شركة مثل رايان إير المعروفة جداً أعلنت اليوم أنه إذا أجبرت رايان إير على الطيران بعدد منخفض من المقاعد للتباعد الاجتماعي، الآن بيتكلموا مقعد شاغر مقعد مليان، إذا أجبرت على التباعد الاجتماعي في الطائرة ستغلق كل عملياتها، مما سيوقف حوالي 20% من طيران أوروبا. فلما طيران أوروبا يوقف بهالسرعة الكبيرة هذه من رايان إير سيكون فرصة للطيران السعودي أو طيران الإمارات يستغل هالفرصة. وطبعا قطاع الطبي سيكون إعادة نظر كاملة في العالم. كل إنسان على الكرة الأرضية الآن 7 مليار و700 مليون بينظر أنه حكومته لم تستثمر بما فيه الكفاية من القطاع الصحي. الوفيات اللي عم تحصل الآن قصور من القطاع الصحي، كورونا مش قاتل يا أخوان إلا لفئة صغيرة جدا 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 من الأشخاص اللي معهم أعراض أخرى، لكن الوفيات الأخرى كلها عم بتموت من قصور القطاع الصحي. الحكومات بدأت في المنطقة وبالذات في منطقة الخليج تنظر إلى مسؤولياتها على القطاع الصحي، كيف ستستثمر بالمستقبل، وشو علاقة القطاع الصحي بالتأمين الصحي بصرف الحكومات بدور العمالة الأجنبية، ولن يعد كافيا أنه يكون القطاع الصحي كما هو عليه الآن فقط قطاع خدمي ويتحكم في جزئية على الأقل جهاز تأميني. سيكون في استثمارات ضخمة بهذا القطاع، والاستثمار فيه بكل العالم لن يذهب أثر كورونا نفسيا من العالم بوقت قريب. كلنا تأثرنا نفسيا، وهذا حتكون حرب عالمية حنظل نذكرها مثل ما لحد الآن بذكر الحرب العالمية. أمامنا سنة من الحرب. الله يلطف بنا جميعا يا رب. في سؤال عن بيقول إن دولة الإمارات حققت نتائج مبهرة في تسريع عملية تنفيذ الخطط الحكومية من خلال ما يطلق عليه المسرعات الحكومية، فهل في حد ممكن يدينا بس very brief عن المسرعات الحكومية وهل ممكن استخدامها في هذا الوقت؟ أنا أخبركم عن تجربتي شخصياً بالمسرعات الحكومية ونشوف إذا الأخ بشير عنده إضافة، لأنه المسرعات تنفذ تقريباً نفس منهجية الديليفرولوجي. من ناحية المسرعات بشكل بسيط، لو انا في جالس في غرفه في 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 وزاره الاقتصاد او وزاره الصحه وعندنا مشروع حيوي واستراتيجي، كلكم تعرفون انه لو تركت هذا المشروع في وزارتي سيكون سرعته خلينا نحكي 30 كيلومتر بالساعه،
لأنه في محددات، في اجتماعات، في لايرز من الموافقات من الوزير، بضطر أتكلم مع المستشارين، بضطر أتكلم مع هيئات مختلفة أخذ رأيها. هذا ما يسمى نظام العمل الحكومي المتشابك، بيجبرني لو بأحسن الحالات وبأحسن النية أني أمشي بسرعة 30%. وأحياناً هاي مش سرعة كافية، لأن الفرص بتروح أحياناً، التكنولوجيا بتتغير. فلو كان في عندي مشروع حيوي وأنا بحاجة أمره، سواء كان سياسة أو كان تكنولوجيا معينة عايز أطبقها لتنظيف المدن أو عايز أستخدم شيء صحي، رأينا أنه هذا المشروع من الصعوبة والتعقيد لن يمر بسهولة في الممارسات الحكومية، ويمكن حتى بعض الأمور يكون مخالف للوائح، يكون بحاجة لتوقيعات إلكترونية، وإحنا ما عندنا بوليسي للتوقيعات الإلكترونية. هذه الأنواع من المشاريع اللي بحاجة لسرعة، دقة في التنفيذ، وقد تكون جديدة وفيها ابتكارات، هاي بناخدها وبنضعها بالمسرعات. المسرعات عبارة عن منطقة حرة حكومية، فكروا فيها كمنطقة حرة حكومية. هذه منطقة تملكها الحكومة ولا تنطبق فيها القوانين الحكومية، بيقولوا لهم اسعوا في مناكبها وسووها وجربوها. وأحيانا في الإمارات في إشي اسمه الريجيلاتري لاب، الريج لاب، بيصدروا لهم تشريع من مجلس الوزراء بخلال أسبوع عشان يمشي هذا السياسة والتشريع، لكن كلها بشكل تجريبي لمدة كل اللي بيحصل بالمسرعات بشكل تجريبي من 6 أشهر لسنة، لا يدرسوا نتائجها الأولية، لما تثبت فعاليتها بيدخل بيرجع لوزارته الأصلية. فأساسها التركيز بالتنفيذ، أساسها وضع الضغط على المشروع، نفس منهجية الدليفرولوجي، لكن بنخرجها من وزارتها وبنحطها في منطقة حرة حكومية لنقدر نركض فيها. والآن أنا شايف تجربة المسرعات ابتدأت تنتشر بشكل كبير، خصوصا في وقت الأزمة الآن، لأنه كل شيء عم بنسويه الآن تقريبا جديد، كل قرار عم تأخذه الحكومة جديد، التعلم عن بعد ما كان فيه له إطار قانوني، كل شيء تقريبا عم بنسويه الآن دخل في إحنا عايشين في أكبر مسرع حكومي، بدنا نسميه مسرع كوفيد، عم نغير كل قوانيننا في يوم وليلة وعم نضطر نتأقلم. في واحد طالب استشارة بيقول بالمناسبة إحنا بدأنا 9 والساعة 10، فلو حضرتكم أنا بس عايز أقول لبعض الإخوان اللي هم بيحبوا التزموا بالمواعيد اللي وقته انتهى ويحب يتركنا، إحنا يعز علينا إنك تسيبنا، لكن لو السادة المحاضرين لسه عندهم وقت، إحنا عندنا أسئلة كتير بعد إذن حضرتك، خصوصا إن عدد كبير من الناس لسه موجود، تقريبا نفس العدد اللي بدأنا به. وقول دي تعتبر زي استشارة، what types of business will continue and what types are going to vanish after COVID-19, what type of investments do you recommend in the coming days and years؟ دي استشارة اقتصادية. بشير عندك يعني انا عندي يعني للأسف يعني بدي احكي بسؤال هو يعني رأي خاص بشكل عام. Do I need to answer English or Arabic؟ قبل عربي دكتور صح؟ العربي أحسن. أتوقع أنا اللي رح يصير بعد أزمة الكوفيد 19، أنا شخصيا مش متفائل كثيرا، خصوصا أنه الآخر العقود الماضي كان في عنا توسع كبير بالعولمة والتجارة الحرة وتجارة الخدمات عبر والانفستمنتس طبعا والفري فلو اوف كابيتال بين الدول. اتوقع الان يصير انه الدول قد تعود انه تصير تركز على صناعات وطنية محددة، لانه الانتربشن اللي صار بالسبلاي تشين راح يكون له اثر كبير، وكثير ممكن شركات ودول تحاول تصير توطن الصناعات في 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 داخل حدودها داخل الأصلية. يعني مثلا راح نلاقي كثير دول تركز على القطاعات الأغذية اللي هتدخل بالأمن الغذائي، الأدوية، القطاع الصحي. فأنا أتوقع إنه راح يزيد الاستثمار بها بشكل كبير، ورح يكون في دعم من الدول بالتركيز عليه حتى تحقق منعة وضد أزمات بالمستقبل قادمة. هذا هو رأيي بالنسبة لي. شكرا جزيلا. دكتور أنا بدي أستودع الإخوان اللي حيتركونا هلأ إنها صارت 10، شكرا لاستماعكم، وأجاوب السؤال بشكل سريع، لكن رجاء لا تتبعوا الانفستمنت أدفايس منا، لكن خذوها كأحد المدخلات.
بالضبط. أولاً الوظائف اللي حتختفي في المستقبل هي الوظائف اللي صرنا 5 سنوات نحن والوولد إيكونوميك فورم وكلنا بنتكلم عنها ستختفي. اللي حصل مع أزمة كوفيد سرعت باختفاء الوظائف التي كنا نعتبرها وظائف ميتة. الوظائف الميتة لما يروح موظف يضطر يجلس في مكان معين ويقوم بشغلة معينة بنقدر نسويها إحنا على الإنترنت. هذه الوظائف اللي تعتبر كانت منتهية الآن انتهت. وليس وشبه مستحيل نرجع بعض هاي الوظائف. هذا التحدي اللي بواجه كل الحكومات الآن. لما يفتح الاقتصاد بعد سنة، هل حترجع الموظف الأختام اللي أنت قعدت سنة مش بحاجة إله وعملت بلوك تشين عشان تلغي الأختام؟ هل منطق؟ فهذه الوظائف اللي كانت حتختفي اختفت. فأقرأوا تقارير World Economic Forum أو اطلبوا من الدكتور محمد، حنرسل لكم وظائف المستقبل اللي كنا نتوقع أنها تختفي. كنا نتوقع تختفي ب10 سنوات. من ناحية القطاعات اللي تستثمر فيها، حديكم 4 دروس العالم دونها عن كوفيد الآن بعد اقتصاد كوفيد، وفي الـ4 دروس ابحثوا عن القطاعات. أول درس العالم الآن بيتكلم عن السبلاي تشينز اللي هو ميك وير يو سيل اللي متفضل فيها بشير. كل الدول ستتجه إلى صنع مواد في دولها معينة. كل الصناعات اللي كانت تعتبر زمان غير مغرية، صناعات بسيطة، صناعات غذائية، تغليف، تعليب، حتتجه كثير من الدول إلى make where you sell. ثانياً the more connected the more resilient، يعني كلما كانت الدول متصلة أكثر كلما كان زادت قوتها. حيكون في استثمار أكبر من كثير من الدول على فكرة في آليات الشحن وآليات اللي بتغرينا عن الشحن. حيكون في تعارضات اللي هي 3D printing وغيرها. تعلم أي مكان. الدرس الثالث learn anywhere anytime. لا تستهينوا أبداً بالثورة اللي حصلت بإطار التعليم، ومحاضرتنا اليوم مثال على ذلك. سيكون هناك ثورة في عصر التعليم الجديد. وآخر واحدة work anywhere anytime. أي حدا بيقدم آليات العمل عن بعد حيكونوا من الفائزين. وأنا شخصياً عم براهن على قطاع الأجريتك. كل دول العالم الأجريتك تكنولوجيا الزراعة. مثال بسيط عندنا في الإمارات، أبو ظبي مبارح أعلنت 100 مليون استثمار في شركات تكنولوجيا الزراعة اللي تنتج أغذية. وما بنتكلم عن التكنولوجيا اللي هي أغذية محاصيل مختلفة، عم نتكلم على زراعة طماطم وخيار لكن بتكنولوجيا حديثة بتقلل المياه. الأجريتك هتعمل ثورة في العالم. وإليكم النصيحة الأخيرة، استثمروا بعنف بالستارت أبس. في عام 2002 لما حصلت مصيبة سارس اللي هو كانت قريبة من اللي احنا فيها، والناس في آسيا على الأقل حسوا فيها واضطروا يجلسوا في البيت لكن مش بنفس العنف، طلعت شركة صغيرة أيامها تخدم الناس اللي جالسة في البيت وتوصل لهم الطرود للبيت. الشركة اسمها علي بابا. الآن شركة علي بابا في نوفمبر الماضي في يوم واحد باعت 38 مليار دولار في يوم واحد. بعام 2008 لما صارت الأزمة المالية وصار في حاجة للأموال ولم يعد هناك دخل، الناس صارت بحاجة لتاكسيات أرخص، لفنادق أرخص، طلعت شركة صغيرة تلبي طلباتهم اسمها أوبر، تقدم تاكسيات أرخص، وشركة صغيرة تقدم مكان إقامة أرخص اسمها إير بي إن بي. فكل ما تحصل مصيبة في العالم، المصيبة بتؤدي إلى وجود شركات صغيرة مجهولة بتحاول تعالج تلك المصيبة. لكن بعض هاي الشركات تأخذ فاندينج وبسير علاج المصيبة شركة كبرى في العالم. فابحثوا عن الشركات في بلادكم التي تعالج هاي المشكلة. الشباب اللي عارفين يوصلوا القروض للبيت، اللي عارف يوصل الممرضين للبيت، اللي عارف يصور أشعة، ابحثوا عن الناس اللي عم بيحلوا المشكلة الآن بشكل صغير. تذكروا علي بابا وأوبر وإير بي إن بي. الله يبارك فيك يا دكتور. بس احنا لا اصبر معانا شوية. لا معلش أنا كمان 5 في السؤال. معاكم على الدكتور. أنا مش عايز دكتور ناخذ سؤال والدكتور يسار سؤال كمان إذا نعم. ده سؤال لحضراتكم أنتوا الاثنين. تفضل. في سؤال لفت انتباهي، أرجع لموضوع الإنجاز. أسئلة كثير حلوة الصراحة، يا ريت لو يتسع الوقت إنه نجاوبها كلها، ولكن في سؤال أعجبني اللي هو ما هو الارتباط التنظيمي لوحدة الإنجاز؟ سؤال جدا ممتاز. عادة وحدة الإنجاز بحسب مختلف دول العالم عادة منحطها في مركز الحكومة the center of the government، سواء إذا كانت مثلا نظام رئاسي بتكون عادة في رئاسة الجمهورية أو بمكتب الرئيس، إذا كان نظام برلماني رئيس وزراء عادة بيكون في مكتب رئيس الوزراء. الفكرة positioning تاعها جدا مهم
لأنها هي التي تعطي قوة. فكرتها هي أنه تحقق أولويات الحكومة التي جاءت على الكرسي أو التي انتخبت مثلا. فالفكرة هاي أنه وحدة الإنجاز تكون قريبة من المركز صنع القرار حتى تقدر يعني تنافيجيت تبحر بالتعقيدات اللي حكاها دكتور يسار اللي موجودة والتشابك موجود بالقطاع العام، حتى نقدر نعمل أولويات مناطق حرة. عجبني أنا هذا التشبيه دكتور، فهذا جوابي على السؤال. طيب استمرارا لهذا السؤال، إيه العلاقة ما بين الدليفرولوجي والتخطيط الاستراتيجي، وهل ده حيحل محل ده ولا إيه، وشروط قياس الأداء؟ وسؤال برضو مرحوب بيهم، هل في دراسة دكتوراه أو دورات تدريبية في هذا المجال؟ بالنسبة لموضوع العلاقة بيناتهم، هي العلاقة مترابطة طبعا. التخطيط الاستراتيجي موجود، يعني إذا بنشوف بجوز ما تسأل عن الوقت نشرح التخطيط جزء من علم الإنجاز، ولكن إحنا التخطيط اللي بنحكي عنه هو التخطيط الاستفادة من شو عم بيصير على أرض الميدان، ما تكون الخطط ثابتة. ومؤشرات الأداء هي إحدى مقاييس النجاح، يعني مؤشرات الأداء واحدة من العناصر المهمة لعلم الإنجاز ومتابعة إذا إحنا عم نحقق الأهداف بالجهاز الحكومي أو لا نحقق. ففي ترابط بيناتهم كبير. بالنسبة للدورات فعلا إحنا عندنا بدليفري أسوشيتس وشيء اسمه معهد الإنجاز دليفري إنستيتيوت، موجود على الويب سايت تانا، في منه نسخة باللغة العربية. قدمنا مع إخواننا بالمملكة العربية السعودية مع مكتب التحول الوطني في وزارة الاقتصاد، عملنا برنامج دربنا حوالي 120 موظف من القطاع العام الحكومي. طبعا عندنا شراكة نعتز بها مع IAG مع الدكتور يسار هو شركاء هناك. الله يبارك فيك يا دكتور يسار. الآن كله أونلاين، وده يعطي فرصة أكبر ومخاطر أكثر للأمن السيبراني. ففي إزاي إحنا في تريد أوف كبير، يعني نعتمد على التكنولوجيا، والتكنولوجيا ممكن بين يوم وليلة يحصل لها اختراق. هو دكتور إحنا الآن دخلنا في عصر أجبرنا إنه نعمل بايلوتينج لأمور مش جاهزة. شفتوا أنتوا في بدايات كوفيد صار مشكلة في زوم، وصار في اختراقات لزوم اللي كانوا بيستخدموا مؤسسات حكومية، وزوم تعهدوا انهم يحلوا المشكلة. والآن ابتدأنا بعد، احنا كل أسبوع بمر علينا في هاي الأزمة بنشوف ابتكارات بتحل مشاكل الأسبوع اللي قبله. هذه هي سرعة التنفيذ هاي الأيام، وحتكلم عن التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ وترابطهم مع بعض. اليوم الخطة تطلع هذا الأسبوع بتحل، بننفذها الأسبوع القادم. الآن ابتدأت الكثير من الحكومات مثل الكثير من الشركات تبني أجهزتها الخاصة للتواصل اللي عم نستخدمه الآن، اللي هو الزوم إنلاين. ابتدأوا ريباتريات أو يوطنوا بعض هاي التكنولوجيات على سيرفراتهم، وفي خلال فترة بسيطة من الوقت حيتحول برأيي أنا كل الآليات اللي بنستخدمها الآن الاتصال زوم وسكايب وغيرها، إحنا الآن بنستخدمها كأوبن سورس، يعني ما بنستخدم الويب سايت تبعهم، حتتحول كلها لساس سوفتوير أسيرفيس، وحيصير مثلها مثل الأمن السبرياني تبع شركة التليفونات الهاتف، وكل تليفون مشفر، وكل رقم تلي، وكل مكالمة بنعملها بالشركة مشفر. فأتخيل هاي مشكلة حتحل نفسها بشكل سريع، لكن حتزيد تحديات الأمن السبرياني. وما بعرف إذا أدركته ولا سمعته أنه بخلال فترة كوفيد كمية الاحتيال والنصب وسرقات اللي هي الايدنتيتي ثفت زادت بشكل اكسبوننشال. يمكن الاكسبوننشال كيرف الوحيد اللي اسرع من كوفيد هو الاحتيال السبرياني، لانه اي واحد فيكم اللي بحياته ما فكر يستخدم الكريدت كارد اونلاين اضطر يستخدمها قبل شهرين، فاصبح بحر من الحالات النصب والاحتيال. لكن مكره اخاك لا بطل اليوم، فحيكون في تركيز بنفس الزخم اللي حتركز عليه الحكومات على الاستثمار بالقطاع الصحي، حتستثمر بالاستثمار بالقطاع التقني. لأنه شيء واحد كشف لنا إياه كوفيد، ضعف البنية التحتية للبيانات في كثير من الدول، وضعف قدرة الاتصالات في كثير من الدول،
واللي كان عنده انفراستراكشر اقوى واللي كان عنده بنيه بيانات تحتيه اسرع سيطر بشكل اسرع كبير على الوباء. وبعطيكم مثال ساوث كوريا. اما بالنسبه للتخطيط الاستراتيجي زي ما ذكر الاخ بشير، فكروا في اي خطه استراتيجيه واي هدف بتحطوه بحياتكم كمؤسسات، فكروا فيها كالجيش. الجيش داخل معركه، اصلا التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ اساسه فن الحرب. ارجعوا لسانزو. الجيش لا يمكن يربح اذا عنده خطه استراتيجيه ممتازه وما عنده قدره على التنفيذ ولا عنده علم الانجاز، ولا يمكن يربح لو كان عنده انجاز ممتاز وجيش مكافئ وما عنده خطه. وادركوا كل التاريخ، الجيش الوحيد اللي بيفوز دائما اللي عنده خطه استراتيجيه متميزه واليه متميزه للانجاز، لكن مثل ما تفضل بشير عنده كي بي اي سيستم اللي ضل يغذي الخطه، لانه انتم عارفين احسن خطه في العالم تفشل بمجرد ملامستها الواقع. فبتخطط ممتاز، بتلامس الواقع بعلم الانجاز، بتعدل الخطه. اللي حصل الوحيد دكتور اللي اختلفوا، دائما بنتكلم دكتور محمد انا وياك في مايل لما نجتمع في المدينه، انه فتره التخطيط الاستراتيجي عم تتضاءل. تذكرين احد الايام كنا نتكلم على خطه 20 سنه، خطه استراتيجيه ل 20 سنه. الان اللي بيضع خطه استراتيجيه لخمس سنوات بنقول هذا بضرب في المندل. كيف شايف خمس سنوات؟ احنا لا شايفين التكنولوجيا ولا شايفين الوباءات. هي خطه ثلاث سنوات مع جهاز بيانات وقراءه اداء ويحيط ويا دوب الواحد يكون قادر يحقق. فاللي عم بقل هو الفتره الزمنيه، ولا اهميه التخطيط والانجاز والكي بي ايز مرتبطه ولن تذهب ابدا. السرعه، عصر السرعه. نعم. اخر سؤال انا شايف انه مهم جدا، انا عينته للاخر بقيته للاخر، بقول الاحظ ان نظرتكم متشائمه للحياه العمليه بينما العالم يستيقظ للعمل. هل فعلا ايه راي حضرتك في التعليق ده؟ انا بالعكس، انا شايف بالعكس، انا سعيد انه في فرص عم تخلق من هاي الازمه اللي احنا فيها. انا من الناس اللي بآمن بالتكنولوجيا ودورها تغيير حياه البشر والمجتمعات. بالنسبه لي عم بشوف الازمه هاي اللي عم بتصير راح تغير وجه الحياة بكثير من مناحي الحياة، العمل، الحياة اليومية والحياة العملية. فبالعكس احنا متفائلين وعارفين هاي، دائما نحكيها كل مر سيمر، وهاي فترة البشرية راح نتذكرها لقرون قادمة وراح نعمل منها. وانا بآمن قدرة البشر وبالعلم انه الفيروس اللي بعتبره عدو للبشرية رح نلاقي له حل، وآمن بالله وآمن بعلم الإنسان. أنا دكتور نظرتي مش كلمة أخيرة يا دكتور، نظرتي مش متشائمة، لكن للأسف بدنا يعني نخبر الإخوان والأخوات بأنه لابد الإنسان يكون واقع أيضا. أنا بتمنى نكون كلنا متفائلين وندعو أنه يجي علينا العيد الفطر ونحتفل بكل أمان وسلامة، مش حيحصل هالكلام. إحنا أمامنا واقع في بيانات، في علم، في ناس عم بتدرس فيروس سريع الانتشار لا يزال ينتشر بالعالم، والأرقام عم بتزيد وما عم بتقل. ليس لدينا عقار وليس لدينا لقاح، وفيروس ما لحد الآن مش عارفين خصائصه. فلازم نكون واقعيين. تسارع العالم نحو انفتاح الآن وهو عودة الأعمال قرارات اقتصادية وليست صحية، والآن الحكومات في أصعب موقف بينوضع فيه إنسان بالحياة، عم بتضطر يأخذ قرارات لموازنة الدمار الاقتصادي مقابل الدمار الصحي. الآن في دراسات عندنا بتقول إنه بسبب البطالة وخروج الناس من أعمالها في دول مثل الهند وإفريقيا، لأنهم عم بيتوقفوا عن العمل بسبب الإغلاق تبع كوفيد، عم بيخلق unemployment رهيبة. عدد الناس اللي ممكن يموتوا من الجوع سيكون أضعاف مضاعفة اللي ممكن يموتوا من الفيروس. يا الله. فهذا الخيارات أصبحت أمام الحكومة شبه مستحيلة. فلما تقول بدنا نفتح اقتصاديا مرة أخرى، مش معناها أن الفيروس عم بيقل خطره وإحنا عرفنا الحل، لكن وصلنا لمرحلة سدد وقارب، وإنتوا عارفين العمل الحكومي ما في أسود وأبيض. فكل اللي حنعمله الآن في الست أشهر القادمة تجارب، نفتح الباب ونفتح الاقتصاد، رجع الفيروس بسرعة بنسكر الباب وبنرجع على البيت. حندخل بما يسمى، ما عندنا شيء اسمه في انهار الاقتصاد والآن بنفتحه وبنرجع، حنمر ب W صغيرة، نفتح ونسكر، نفتح ونسكر. لحد من أين جاء 12 شهر الرقم السحري؟ هو الرقم السحري اللي العالم بيتمنى وبينظر إلى اللقاحات.
اللقاح بده فترة طويلة لأنهم لازم يجربوه على فترة كثيرة من الناس. اللقاح قد يعالج الفيروس بس يسبب مشاكل أخرى سلبية، فلازم يجربوه قبل ما يحقنوا 7 مليار شخص بشيء يسوي لنا مشكلة أكبر في المستقبل. فلكي ما في تشاؤم ولا تفاؤل، في نظرة واقعية، لكن أنا مثل بشير مؤمن بقدرتنا على البشر بالتأقلم، والتأقلم معناها في مرات مر في ناس غيرنا مروا يا إخوان بحروب عالمية لثلاث سنوات، أهالينا الناس الجيل اللي قبلنا مروا بحروب في المنطقة لسنوات وتأقلموا وتعايشوا وابتكروا. فأنا ما بعتقد حياتنا انتهت ولا حتكون أسوأ. إحنا بفترة إدارة التغيير التي تبدأ بالغضب على حالة التغيير وثم الإنكار، وبعد الغضب والإنكار تأتي حالة التقبل، وبعدين بيجي الابتكار. إحنا الآن يمكن بالإنكار أو بالتقبل، بس ما دخلنا بالابتكار، فإن شاء الله حنتأقلم. لكن أيضا ما نضحك على نفسنا ونقول، لأنه لو ضحكنا على نفسنا وقلنا على العيد إن شاء الله حنرجع للعمل وما رجعونا للعمل، يمكن نكتئب زيادة. فنكون واقعيين، لكن في فرص رهيبة، فرص رهيبة لابد نستغلها. الله يبارك فيك. أنا بس أحب أقول للي بيسألوا عن تسجيل الفيديو وعن العرض، إن في إيميل حيوصلكم بمجرد ما الفيديو يتم تحميله ونحصل على نسخة من البرزنتيشن من الأستاذ من الدكتور يسار والدكتور بشار، هنرسل لكم إن شاء الله. في تعليق جميل جدا جه بيقول إزاي نقول متشائمين واحد اسمه يسار واحد اسمه بشير. شكرا له. ان شاء الله من اهل اليسر، من اهل اليسر ان شاء الله. ان شاء الله بشكركم على اللقاء كمان. نعم. وبعدين يا دكتور يسار عايز اقترح لحضرتك شيء. انا عارف ان حضرتك مهتم بالقياده الحكوميه. انا بقالي بالضبط اسبوعين او ثلاثه بستمع يوميا الى ساعه كامله أو أكتر اللقاء الصحفي لحاكم نيويورك اللي هو أندرو كيومو. والله يا دكتور كل كلمة بيقولها هذا الرجل وكل تصرف عايزة يتعمل لها توثيق ودوكيومنتيشن، لأن نمط في الضغوط اللي محطوط عليها في الأزمة الداخلية وفي التعامل مع الحكومة الفيدرالية والشيء مبهر. هذا الرجل النمط القيادي اللي أظهره، يعني احنا عايزين بعد كده نقعد نألف انا وانت كتاب لو تحب عن النمط القيادي لهذا الرجل يعني. وانا بدعو الزملاء اللي يتقنوا اللغة الانجليزية ما يفوتهمش هذا الشيء كل يوم ان شاء الله ويشوفوا الفيديوهات القديمة. انا احب في نهاية هذا اللقاء والله اشكركم جزيل الشكر، كمية النوتس اللي جات من الزملاء على التقدير والاعجاب كبيرة جدا. في السعودية عندنا حاجة اسمها الشعبانة، الشعبانة اللي هو في اخر شعبان الواحد يلحق كده يعني يفرح نفسه شوية ويأكل ويخرج لأنه في رمضان. فأنتوا اعتبرتوا الشعبانة بتاعتنا واللي احنا حلينا بيها شهر شعبان إن شاء الله قبل الدخول لرمضان، ده آخر بث الويبينار لمايل قبل رمضان. شكرا ألف 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 شكر ليكم وجزاكم الله كل خير، وتحياتنا للجميع من المدينة المنورة وجزاكم الله كل خير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكشف هذه الغمة إن شاء الله علينا بسلام. وأفكاركم القيمة دي أنا متأكد أن الكثير منا إن شاء الله استفاد منها وحتتحول إلى فايدة عملية في حياتنا إن شاء الله. شكرا يا دكتور. دكتور رمضان كريم ومبارك جميعا، تصبحون على خير. شكرا لك دكتور محمد المشاركين والمشاركات الأعزاء، ورمضان مبارك مقدما. إلى اللقاء إن شاء الله. الله يبارك فيك. سلامات. شكرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.